مع بداية كل شهر تتكرر مظاهر الأزمة المالية في البلد، حيث تزدحم مراكز البريد بمختلف الموظفين والمتقاعدين من مختلف القطاعات بانتظار رواتبهم المتأخرة أو المنقطعة لعدة أشهر. مرتبات النم من 3 أسابيع احنا مطورين في البريد دون أي ما نصل على أي مرتبات، بعضهم من 6 و7 و8 والآن طالبوا ب9. جيش وداخلية وأصحاب التربية والمدنيين، هذا كلهم ما حصلوش على أي مرتبات، والمياه والصرف الصحي. غضب المواطنين هنا يزداد على السلطات مع اتهامات يوجهونها لموظفي مراكز البريد. الشعب ذو رواتب كل شهر، هذا مش منكم، تلعبوا بالناس. سماسلة داخل خرجوا بالبطايق الشخصية حقهم، البطايق حق الناس البريد 3 مرات 4 مرات يشلوا من 2000 من 3000 على كل مواطن. على كل مواطن. وتستمر معاناة المواطنين في ظل تفاقم العجز المالي جراء الحرب وتدهور العملة المحلية، بالإضافة إلى مؤشرات نفاد المخزون الاحتياطي في البنك المركزي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.